هبوا هشو ما غيت تقتل عيش. انت اللي لازقه فيني دقي هرن. وين اروح؟ انت قدامي وامك وراي، وين اروح؟ قولي قولي وين اروح؟ طقي رصيف. بس بس كسروا حسكم، شو بتفضحون انتم؟ يلا سيروا وانا من وراكم. سير. ما تبارك المكان. يبقى. اي والله هنهم هنهم يا ابو حبوش. هنهم هنهم شوف كلكم كلكم فيكم هالبشاشه. فرحانين بطلعتك من المستشفى. يبقى بسلامه. بسم الله الرحمن الرحيم. اي اقول ابو حبوش ما باركت حق حبوش. خير ان شاء الله. شو بارك لفي؟ وفديت عمره نظر عيني انا فاز بالنادي. ايه وعطوه مكافأة شاليه بخيره. فاز بالنادي. فاز ان شاء الله. انت هباش فاز بالنادي. هذا الله يعين لو فايز في دورة الخليج. كان عطوه شقة في هونغ كونغ. ايه عادي ابو هباش وعوايد على ولادي نظر عيني. كل الصفات الزينة في ولدي. خلوق. ايه مؤدب وذكي وشاطر. كل شيء هالصفات فيه. شلون ما يعطونا جائزه؟ عليه عليه بالعافيه. عليه بالعافيه. مبروك يا ولدي. الله يبارك فيك. لا تقطع شوي. عاد انا اقول يا ابو حباش شيء ببلاش ربح ابين حكم. ما تحكين الا الحكم يا ام حباش. يا رب يسلمك ويخليك. عاد قلت انا والعيال وياك بعد نروح الشاليهات. هناك. لا. زين ما قالوا لكم متى بتروحون ولا وين في شلون؟ لا 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 الحين ما حجزنا. لا وي ما تعرف التحكي الله يهداه ما تعرف. قصدي للحين النادي ما حجزه. هاي ها هذا عدل 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 صح. وما قالوا بيعطونا شيء يعني مكافأة يعني. اي مكافأة. Thank you.
تأخر كم ساعة ما عندي ساعة. هذه وراح تبيع مقعدين، هلا وراح تبيع قوالب ذهب شلون؟ نباش يا نباش هباش يا هباش. نعم اخوي بغشاي. انتو هباش؟ لا لا ايش حاجة تريدين؟ نعم 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 اخوي. مو ام هباش. اي هباش وينها؟ فيها؟ لا اخوي انا بقول لك بس شيء شوي يا اخوي. ايش فيش؟ ايش فيش؟ هباش وين هباش؟ وينها في؟ ام هباش. نعم نعم يا زوجي الغالي. بغيت شيء؟ ايه ايه بس حبيت انا اعرف شو الناس فيها الحين مغارب عصر. لا وينك وين المقار؟ اربع ونص ريق ريق المقار. ايه ايه اخوي تبي شيء مني؟ كاي مهباش. اي جبتها انا بروح. ها بروح غرفتي ولا العصر؟ تفضل هذه 50 دينار. ارتحيت يا زين؟ ريحتهم زينه حلوهم. مشكوره بارك الله فيك. خشم خشم لحد ياخذهم. زين هذا 50 دينار وين فلوس البنزين؟ اي بنزين هذا اللي يكفونك وزياده يا ابو هباش. لا 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 هذولك راميتي فلوس البنزين غير. تبي تاخذون الفلوس 50 دينار تلعبون فيهم لعب ما يصير. ليش كذي انت؟ ليش تحب الفلوس كذي اكثر من اهلك؟ ليش؟ خذ بالله منك. خلاص بايب لك الفلوس بس على شرط اروح معه وانا اللي احاسب. احاسبك. ولو انه ما يصير بس ما يخالف. خلاص اتفقنا. السلام عليكم. هلا 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 يبا. بس هذيل عشان اروح فيهم الخيران عشان يقولون ان انا لاعب محترف ومختلف. خوش خوش والله جيت عمرك. حلو حلو. اقول مرت اخوي هذا ينلبس فوق الدراعه ولا تحت الدراعه؟ لا تفشلنا يبا احنا رايحين الخيران مو الفريج اليمنى. هذا يلبسونه بروحه مو يد الدراعه. ايش دراني انا؟ زين خل اروح اجربه. يما انا بروح اجرب جبتتي. ها في ملابسهم العادية؟ لا يا ابو حباش الناس لابسه كلها كذي. ايش فيك لا تفشلنا قدام الناس بعد يقولون ما يعرفون يلبسون. يعني نروح الخيران بملابس سفر؟ اي طبعا خيران روح السفر. زابوا جوازاتكم. شيخة حباش. هلا هلا اخوي. الله الله اخوي شو الكشخة؟ الله 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 كشختي. شنو هذا؟ شنك مدرس العلوم مالنا يبقى؟ ورب العباد التي كان على الله دودة النيرة تقول. عجب حباش؟ ولا كالبدلة الكشخة هذه؟ الله 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 الله. هذه طلعت من الكبت. ايه الكبت عاد. خطفها. لا حول الله خلوها بس زين بس زين. بس ذبحت اخوك بس. قلنا الشيخ العضاض مو طقاقة. زين وين طلعتها؟ طلعتها من الكبد اقول لك. هذه تخص الوالد الله يرحمه لما سفروه سفرت الحكومه للعلاج الخارج. للحين حيه عندك؟ ان شاء الله. تدري يا اخوي تدري انا لو انا ما اعرفك كان اقول ايش حلو الافدع هذا. وسيم كشخه. حلو يا كشخه. تراثي الله يحفظه تراثي. حلو يا ابو افدع جنان يا ابو كشخه جنان. شخيتك يلا يلا حلوة يلا خلوا الغراء. أنا كل ما أطقة كذي يستعب. ذهبي 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 ذهب كل شيء كل الأغراض يبا بالسيارة. ماكو غير دقة السلف ونمشي. والجوازات جوازات اي لازم جوازات سفر احنا طريق. اي وياك وياك عندك يبا. زين فلوس البنزين جبتها. زين يا ملضعفه ما نسيت. يلا يبا الى الخيران. سر سر الى الخيران سر ونحن وراك يا بابا.
أيوة 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 إلى الخراف. هاي الزبدات
بعدين بعدين تقعدين. عشان يعطونا كم دينار. وي ما يعطون هني فلوس ياخذون. لا اقوال الشلهات ما يعطون. ما يعطون. يلا حسبي الله عليك يا شيخو. عشت عشت. ما تقولون بساعد مرت اخوي؟ كراف بالبيت وهني؟ يبا عليك عليك الشغل يلا. يعطيك العافيه. ويعافيك ابو حباش. طيب حباش حباش. قاعد يلعب قاعد يلعب كره. ايوه حباش. شوت شوت شوت. لا لا منك منك. بس 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 ترى ما تعرف شو تسوي انا شو يسوون قاعدين ينخلون ينخلون يا بقول تسوون ما ادري شو يسوون ينخلون ما ادري الله يحفظه اي اي شو 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 اقول ورا ما تروح تلعب وياهم ورا ما تروح تلعب شلون ايش قصدك تحديني على بالك انا ما اعرف العب كره قدم اي والله أنا كانوا يسموني غزال الملاعب. شنو؟ نعم غزال الملاعب. غزال الملاعب. لما أغشهم أنا من الجول للجول. شو تسوي فيها؟ أغشهم. داقشهم. انزين. قوم على قولتك ورونا طولك، هاي الميدان يا حميدان، داقشهم يا غزال الملاعب. قم. عافية. إلا تحدى. قم 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 قم. عشان تعرفين أنا تعرفين. حكي زايد ناقص ما بي قم 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 قم. شلون؟ الملاعب يسمونها شد عضلي شد عضلي علشان تعرفين ان انا غزال الملاعب غزال ايه؟ نعم نعم اي انا بطلب بقول حق حباشو ايه؟ يقول حق جماعه النادي ايه؟ يطرشوني بالتشيك عشان اعالج يطرشوني بالتشيك من هو ذي؟
بلاد بلاد عشان بلادي يعالجون الاصابات هذه. اي تكب الكاسيه. اي صح صح صح. بسم الله عليك. الكاسيه هناك. اي اي اعطيني شاي ماي. ان شاء الله من عيوني من عيوني. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شفت تقول؟ يوه غزال الملاعب. الله يحفظك يا رب ويخليك. شجعناك اخوي. اي الله يحفظك. اي بس بس بس. تفضل تفضل تفضل. سم سم. خوش قول ها؟ سم سم يا اخوي سم الله عدوك. سم سم. ايش انت؟ شنو؟ شفيت؟ شو حد قال لك شيء؟ طه هذه الحين انا يقول لي سم الله عدوك. انت تدخله ولا ايش تدخله؟ طه هذه شش شوش بس شوفي عاد شوفي عاد انا اخته لا تسالني انا اخته. والله شو رايكم انتم؟ حتى هني بشال تناجرون تهاوشون؟ بارك الله فيكم خلاص انا ما ابي لا شايكم ولا شيء. اي 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 طهباش طهباش ايش تبي؟ رحت لهم هالنسبة، ايش بلاكم انتم؟ اعطيني بس اعطيني اعطيني ايش فيك سهلت الله يهداك ايش فيك؟ ايش فيني؟ ايش فيك؟ كل الاجرة والصلاة انت مع شيخه؟ انا ما كنت على ويكم خلاص عاد سامحني ليه انتم بس ولا يضيقون خلطة كذي؟ بس خلاص عاد سامحني حقك علينا الله يهداك واحدة ورا الثانية انت كذي وانت كذي انا بروح بقعد برا بوسع صدري شوي شيخه سلح وزيد بس هالناس الحين اللي يجون الشاليهات هذولي يجون كل سنه ولا كل اسبوع ولا كل يوم اكيد فيها مصرف فلوس بس لا يحطون يحطون ينقون من هالفلوس مقيوله ايه مقيوله الفلوس اللي تجي بسهوله تروح بسهوله حي الله ابو هباس هلا هلا ابو هباس لا تحس زعلان ها؟ لا انا زعلان ايش فيك شو طالع؟ اطالع الناس اللي بسياراتهم رايحين رادين رايحين رادين احنا ابوهم ما تعور من قلوبهم هل هالصرف صرف البنزين؟ حول الله وانت شعلك من الناس خلهم بكيفهم خلهم براحتهم دافعين فلوس ابي يستانسون حط ندوبك ودوبهم شو سوي فيهم؟ على الاقل يقعدون هذا الشيء لها تكبرها وقفوا سيارات انا يعورني قلبي اذا شفتهم كذي رايحين رادين رايحين رادين تكفى يا ابو هباش واللي يرحم والديك خلنا نستانس حرام عليك اللي تسويه باقي لنا يومين خلنا نستانس فيهم خلنا نستانس بالناس تكفى عشان خاطري اي بس لا تعورون قلبي ان شاء الله والتناجرين انت مع هذه خلاص توبه شيخة. توبه ولا انت ناجر ولا انت هاوش ولا شيء بس عشان خاطرنا يعلك تسلم يا انتوا وينكم في؟ ادوركم انا زين جبتي الاغراض ولا خليتيهم على البحر؟ جبتهم ايه اخليهم ما يصير يا اخو حط بالك قاعدين ناجرينها اي حاضر قول على هذول واحد توقع يعيش الخيران بهباش. طالع لي هذا ابو هباش يا شفت ابو سليمان ابو سليمان يا هلا يا هلا ابو سليمان هلا 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 شلونك؟ حي الله ابو هباش وي وي شباب 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 الشاليه هذا مو زين مو زين ليش؟ سطح احسن بس مو الاسطوح شالنا من الاسطوح غير البلاوي والقتل بس ما قلتي لي منو هذا اللي ويا اخوي؟ انا ايش درانتي؟ ايش عرفني في الريان؟ اعرفه يعني انا من زمان؟ سمحت اخوك يقول ابو سليمان من هو؟ ايمان حوالك اخ يا خوفي يا خوفي يا محبه انه يطلع يشتغل هني ويفضحنا
ويدري ان الشاليه هذا احنا اللي ماجرينه مو النادي. شيخ ولا تخوفيني عاد، هو اشترى بهالسوالف؟ اكيد اكيد شافنا، يا ندفع الفلوس يا ناجر. لا 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 يا هداج، خلتيني احاط يا الحين، شو الحكي انت تقولينه؟ حياك ويانا ان شاء الله. وين في؟ قريب هني قريب. خوش خوش. عندكم شاي؟ عندنا عندكم انتو؟ لا اي تو اذا في عصير ولا شيء اي وياك. كل خير كل خير موجود يا ابو حباش. حياك حياك. زين بس دقيقه انا اقول ابو حباش. يا حباش صادني مقص مقص اسكت بي يا الله يستر. لبيه لبيه حباش لبيه. انا اقول انا بروح مع ابو سليمان شويه وارجع. عاد ما قلت لي من هو ذي؟ هذا ابو سليمان صديق عمري صار لي 17 سنه ما شفته. الله يودي دعوه 17 سنه. شنو؟ لا 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 اقول لك الله يحفظك. اي مشكور. ايش بلا هذه؟ هاي تتامل تتامل ليش؟ تتامل باكر. هذه بس من تتامل ايه بيصير شيء. الله يستر. بس اقول هباش لا تاكل شيء لما ارجع ان شاء الله. ايه الله يحفظك. هلا هلا في نفسك. شاء صدقي قلبي طاح بريوني. كنتي عاد شفت تتكلم فيها قلبي مزيقه قلبي. ايش فيك الطيال؟ قال لك هاي رفيجه من 17 سنه وبيروحون يتمشون. اقول ايش تبين؟ ليش ما سألتي إذا هو متزوج ولا عزوبي هذا أبو سليمان؟ وكسر الله رقبتك إن شاء الله، أكبر عليك أكبر عليك. إيش أقول؟ أروح أقول لها الريال متزوج ولا أنت ما تستحين على وجه ما تخيلين أنتِ. صدق إنك نحيسة. يا عيني نحسك. الضعف اللي تضعفك. صدق اللي قالوا يا أبو هباش الدنيا صغيرة ها؟ الله يهداك يا أبو سليمان، أنتم الحين من طلعتوا من بيتكم قديم كان سألت عن صديق عمرك ابو هباش تسأل تقول وين راح صار له الدنيا ابو هباش تلهي الواحد عن ربعه. اي طبعا طبعا صرت تاجر انت كبير عود. سلامتك سلامات. مو سلامتك الله يسلمك، مو رحت لعبت كرة قدم بشبب نفسي شباب شباب وصار فيني شد عضلي. تلعب طنباخية؟ قاعد قاعد السريح السريح شوي شوي على كده. ولا قلت لي انت تاجر كبير من عذر ملهيتك التجاره عنا. انا اقول لك السالفه عقب ما طلعنا من بيتنا ذاك اليومكم يوم احنا يرانكم الله راح علينا خير ونعمه وحصلت كم بيزه كان اشتري لي قهوه صغيرونه كذي ومن هالقهوه هذه عندي الحين ثلاث قهاوي يا ابو هباش. ثلاث قهاوي قول لا اله الا الله. لا اله الا الله وما شاء الله. والدليل على هذا اني تزوجت تسع حريم. اي 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 سلامتك سلامتك. شد عضلي ما زال. اي اي الا ايش رايك تروح معايا قهويك؟ مو تنسى الليله. اوكي. هو هلا هلا حبيبي هلا ويانا يعطيك العافيه. الله يعافيك. علي ها شفتيني وانا قاعد العب يمه ولا لا؟ اي فديت عمرك صفقت لك ويببت لك بعد. ضحتنا ضحتنا امك. بس بس تعالي يمه. نعم. وين ابوي؟ راح يتمشى مع رفيجه. رفيجه؟ وهني؟ اول مره ادري. ابوك بنفسه اول مره يدري. اسمعوا اليوم بنسوي طقطقه يم بيت لؤي زين؟ تعالوا استانس ويانا شويه. الله وناسه طقطقه الله. بس تعال شلون بنروح؟ عادي اخر بيت من هني زين؟ صار مو تنسون؟ صار يلا. بعد عمري بعد قلبي انت بعد روحي فين ام هباش؟ واللي سلمك واللي عافيك كل حق ابو هباش نروح نستانس نطفش نستانس. والله شو اقول لك يا شيخه؟ يصير خير مني لليل يصير خير. اول شيء نسال اخوك هباش بيتاخر الليله ولا لا؟ بيطلع الليله ولا لا؟ بيروح مع رفيجه الليله ولا لا؟ ذيك الساعه يصير خير. اوه شنو هذا ما يصير؟ حتى الوناسه حارمينا منها؟ مو كافي الزواج حارميني منه؟ اكسر الله رقبتك. انت ما تستحين على وجهك انت ما تخيلين. قلت لك يصير خير ايش فيك انت؟ تجننيني معك يا شيخه؟ في ذمتك اكو حد يكره الوناسه؟ انا بروح ابا اروح ابا تفرغ ابا شوف الدقدقه من زمان ما اسمع الدقدقه. الله يهداك انت بس صبري خلي يبوك خلي يبوك ذيك الساعه يصير خير. كدر كدر يصير ثقيله. ما
اللينون اللي خبط براسك. حميد؟ هلا. أبو صار لنا ساعة قاعد نبربر بهالقديم، ما أعطيتني فلوس ولا ما جبتهم بعد؟ كابتن الله يهداك بس، الله يهداك بس، فلوسك بالحفظ صون كابتن، بس أنا أقول ما تجي له معاك الحين كابتن، علشان لا تثير أي شبهة حولك، تدري إن القضية بعدها حارة ما بردت. اسمع حميد، أنا بحاول أصدقك هالمرة، لكن صدقني مرة ثانية. إن حاولت تلف وتدور معاي ما تلوم إلا نفسك، ترى تعرفني أنا منه، تعرفني زين، ترى أوديك بداهية. أفا أفا كابتن أفا أفا، الحين أنا رفيجك تقول لي كذي؟ شوف يا شينك لا قعدت تتنهوص، هو كأنك اسطوانة مشروخة. اسمع، قلت لك أنا بالفلوس ما أعرف أهلي، بالفلوس ما أعرف أهلي، خليك مضبوط معاي. على فكرة، نعم، أنا راقبت بخباش اليوم وعرفت إنه هو وهلا رايحين الشاليهات الخيران، والليلة هم برجع للخيران. يا معود، أنت شلك في أبو هباش؟ شلك فيه؟ إيش عليك منه؟ أنت بتودي نفسك بداهية، أنت علامك يا عمي. إيش تبي فيه؟ إيش تبي فيه يا كابتن؟ الله يهداك يا كابتن. إيش تبي فيه؟ أبو هباش خلاص ما عنده شيء، كل اللي عنده أخذناهم لطيناهم عليه كابتن. إيش فيك أنت؟ شلون راح منك كل شيء؟ شلون؟ افهم يا قشيم افهم، أبو هباش عنده بيت بحوش التثمين وعنده محل يسوى آلاف يا قشيم، فكر معاي، شغل مخك. إنزين يا كابتن، شلون تقدر تاخذهم منه؟ شلون تقدر تاخذهم منه؟ الحين ابو عباش عقب ما اخذت منه فلوسه ما يثق فيك يبا كابتن. ابو عباش لا يثق فيني، بس لا تنسى اخته اكيد تثق فيني، لا تنسى انها تحبني وتتمنى تزوجني. افهم يا قشيم، شغل مخك. بس كابتن تكفى، اللي يرحم والديك واللي خلي لك اهلك كابتن تكفى، مالك شغل فيني. اذا صادوك مالك شغل فيني كابتن تكفى. صدقني صدقني يا حميد، وان صادوني الشرطه مره ثانيه من اول اطراق، ليش من اول اطراق؟ من اول ما يرفع ايده قلت له اسمك واسم اهلك واسم طوايف 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 ابوك، مفهوم؟ جزاك الله خير. تسمع الحين ما علمتني يا ابو هباش من الظهر وانت تسالني انا اخباري وعلومي وش اخبار القهوه ها وكم زبون يلي وكم سعر الشاي وكم سعر القدو، ما علمتني عن اخبارك. اوه على قولت القايل، هذا سيفه وهذه خلاجينه، انا على حطت يدك غير محلي اللي بالسوق ما غيرته، تعرفني ابيع قطره قحفيه بشت فنيله معلات فنيله نص شن، هذه هوس تجارة. شو أخبار السوق؟ والله مو شيء، بالأول كان تمام،
لكن الحين مو شيء. ول 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 عليك، خايف من الحسد؟ لا والله وانا صاج، السوق ميت، ما شفنا. انا قاعد اسالك عن القهاوي وشنو مدخولهم. لا يكون انك تفكر تغير تجارتك وتشتري قهوه يا ابو هباش. ليش لا؟ اذا في شيء ربح زين ليش لا؟ الله يوفقك. الله كريم، الله كريم. الحساب لو سمحت. اوه نسيت بيزاتي ما جبت. لا تخاف علي علي علي. السلام عليكم. السلام عليكم. كل شو عندهم هذول؟ هذول شباب شنو قاعد يغنون ومستانسين؟ ها نروح نشوف. نروح لهم. ها لؤي 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 ايه تقعود منه منه لؤي 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 لا 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 مولي مولي يا اللي ما تستعنت على وجهك ليش يا ابو هباش الله يهداك خلنا نستانس مع هالشباب ونتشبب معاهم. هذا ولدك مبين عليه موهوب هباش اي موهوب هباش ولدك هذا ايه مبين عليه وايد موهوب وانا بعطيك راميه 10 دنانير عشان يبسطنا مع ربع الشباب. 10 دنانير حق عني 10 دنانير حق 10 دنانير هذا موهوب تقول موهوب موهوب زين عين لو في واحد اوهب منه او احسن منه منو اوهب منه من ربعه؟ ابو هباش انا انا لو اغني خوفتك يا ابو هباش بعطيك دبل لا اي لا عيل ضمن انه انا بغني واتعدى نعم وين وين بغيت اعطيك اياهم بس انا نسيت لا هذا خشك يا ابو هباش لا 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 يلا ونس ونس ابو هباش للصبح ان شاء الله ايش ابو هباش ابو هباش ان شاء الله يا رب يكون من نصيبي يا رب. عبد اللطيف قلعون
خمسة، 15 16 17 18 19 20. والله حالة هذه فئة 10 وفئة 5 وفئة دينار، 15 المجموع 20 دينار. ايش هاليوم المنحوس؟ والله قهر قهر قهر. كذي اذا كذي دخلنا شلون بعوض الفلوس اللي اخذهم من الضيف؟ شلون بس؟ ناس قاعده تلعب بالفلوس لعب مثل هذا طقت ابو سليمان يصرف الاف من الدنانير، لا وبعد ما اخذ حق عياله 3 شليهات بالخيران. اي القهر. ايش فيك التحلطم؟ وانت شكو؟ انت لو تقول لي على اللي تفكر فيه واللي شاغل بالك كان انا اريحك. انت تريحني انت؟ انا لو الله يفكني من نحسك كان انا بخير. على العموم انا ادري ايش اللي مضيق خلقك وذاك القهر. انت اللي باط شبدك انه صار كم يوم، صار لك كم يوم يعني البيع مو لهناك، ما بعت زين مو عدل؟ اقول مو عدل الا عدل ونص. هباش انت كل ما غات نعزم عند واحد منه وعمرك ما عزمته عندك. زين يبا شلون اعزمكم بدون مناسبه؟ شلون؟ اكو مناسبات وايد ما عزمتها هباش. كم مره غلب النادي وكم مره جات الامتحانات هم ما عزمتنا. زين انت هباش هباش يبا تضيع السالفه، متى بتعزمنا؟ زين عاد زين خليني اشوف امي يمكن عندها احتفال ولا ما عندها احتفال. تدرون ان امي سيده المجتمع. شوف 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 لا تكثر سوالف باشر عشان احنا والربع عندكم بالبيت. زين يصير خير يصير خير. يلا ركب سياريات. يلا وهباش وهباش يا اخوي رد علينا ايش دعوه؟ يا صبر ايوب على بلوى. يا ابو هباش ايش تبي؟ يوبا انت تدري ليش صار لك كم يوم ما تبيع؟ بيعك مو اللي لك عليه. ليش؟ لان يا اخي بضاعتك ستوك ستوك منتهيه صلاحيتها. انا بضاعتي منتهيه صلاحيتها؟ اي نعم ستوك ستوك. ليش قالوا لك؟ انا ابيع لبن زبد روب شرثي. انا ما قلت انك تبيع شرثي ولا روب. لكن يا اخي العالم تطور، هذه بضاعه بالله عليك، هذه بضاعه. جدد يا اخي الموضه تغيرت، جدد عشان الناس تشتري منك، لازم تكون بضاعتك جديده. يا اخي انت لو حين تاخذ اي قطعه من بضاعتك هذه وتشمها تلقاها مقطنه محزره، من يشتري منك؟ باش مو تصنع عشا باكر تغى بعزم غبع كلهم. زين 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 يبا زين يا والله ورطة. شلون؟ لا لا ماكو شيء. مع السلامة. مع السلامة. يلا يلا حقك.
تتهاوش. قول قول ايش فيك؟ قول قول ايش تبي؟ لا يا رفيجي ايش فيه؟ بيجي هو ويا الربع باكر يتعشون عندي. يتعشون عندنا؟ ايه بتعشون عندنا، شنو الحل؟ والله ورطه والله ورطه. ايش بقول حق اخوي؟ شيخو حباشو سمعوني ايش بقول. خير باخذ مضعدين من مضاعدي وبوديهم سوق الذهب وبيعهم وبالفلوس بشتري اغراض ويدام حق العزيمه. هي هي يا امه هي. لا تستانس وايد. هي هي انت ما تعرفين ما تعرفين رايلك؟ ما راح يدري يا شيخ الله يهدك. وعد تكبرين كذي المسائل. وشلون ما راح يدري؟ انا بتصرف مالكم شغل انتم.